بهيدا الفيديو رح أعمل مكرونة على أشكال من مسلسل كان كتير ضارب بالتسعينات، وبعتقد كل الناس حتى بعد ما خلص الإنتاج تبعه كملت تحضره. المسلسل هو فريندز. زبونتي بدها تحتفل بعيد ميلاد رفيقتها وطلبت مني أعمل 4 أشكال. كان بدها التركي لابستر، كافي كاب وعليه سنترال بيرك لوجو، والكادر تبع العين السحرية بالبيت عند مونيكا. صراحة كنت مستصعب شوي الأوردر لأنه كتير ريليتبل للناس، كان بدي الأشكال تكون مزبوطة على الآخر، والحمد لله الزبوني كتير انبسطت على النتيجة. الحشوات هالمرة كانوا تشوكلت غناش، فانيلا وذ كاراميل، لوتس وشاي كرك. نكهة الشاي كرك نزلتها بقوت والحمد لله نالت إعجاب الكل، أول نكهة خلصت من عندي. كرمال هيك صارت من ضمن الليست أوف فليفرز تبعوا للمكارون، وهون بلشت دق بيانو بالأشكال. ما كنت بعدني بقرر كيف بدي حطهم على البورد، وبعدين لقيت التايهة. كان ضايل بس نزل هالحبة لتحت وارفع التاني شوي لفوق، وبس والله بلشت ثبتهم على البورد وجهزته، وهيك طلعت النتيجة النهائية. دايكو قدي طالعين مهضومين حد بعض. هابي بيرثدي مودي والعمر كله يا رب. خبروني تحت بالكومنتس مين كان يحضر فريندز، أو مين بعده عم يحضر فريندز.